وما تفسيرك لما قرره ذلك المتهم بتحت الفرد؟ المتهم أنت أم بريء؟ هل نسبه إلي؟ لا، بس تفسيرك الأول بهذا الكلام إيه؟ لا أعلم. لا أعلم. قرر ذلك المتهم أنه أخذ دينه وتعليماته وفكره من بعض المشايخ، ومن أبو إسحاق الحويني، محمد حسان، محمد حسين يعقوب، مصطفى العدل. وقال في أقواله أن هؤلاء المشايخ أسماؤهم على سبيل المثال وليس الأصل. ما تفسيرك؟ إذا قال أن السلف التكفيري هو أخذ، لسه ما روحش عن السلف التكفيري. بيقول إيه؟ بيقول إنه انتزع أخذ أخذ من إيه؟ ثم انتقل إلى المرحلة الثانية وهي الفكر السلفي وسجني. ثم انتقل إلى السلف التكفيري. ثم انتقل إلى مرحلتين آخرتين أخشوا معه. خلينا هنا عند السلف والسلف التكفيري. قال أنه اصطفى معلوماته والتزم دينيا من خلال ما كان يسمعه من خطب هؤلاء المشايخ الذين ذكرتهم وأتى بالبينة، وقال أنهم على سبيل المثال وليس على سبيل الأصل. يعني أخذ إيه هو؟ أخذ إيه؟ يقول إنه أخذ إيه مننا؟ ثم هو جمع. أقول حضرتك إن الشيخ أبو إسحاق الحويني يخاطب طلب في العلم شفاه الله وكفاه. الشيخ محمد حسان أسأل الله أن يشفيه وكذلك يخاطب الملتزمين. أنا أخاطب العوام. كل إنسان بيخاطب فئة هو عنده فئة مستهدفة. يعني فليس من سبيل أن ندعو، يبقى هو توقع من كلامي أنا بتاع صالح النبي، اذكر الله، خف من الموت، اعمل للموت، صلح قلبك، طهر قلبك، بطل ذنوب ومعاصي، ارتقى من ذلك الى الشيخ محمد حسان الى الشيخ ابو اسحاق.